بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان السلف الصالح يفرحون بإدراك شهر رمضان لما يعلمون فيه من الخيرات والأعمال الصالحة المتقبلة عند الله سبحانه وتعالى. فشهر رمضان ليس كغيره من الشهور، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورمضان له فضائل عظيمة في حياة المسلم. هذا الشهر فيه ليلة واحدة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وهي في رمضان، لكن الله أخفاها لأجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر يحصل على هذه الفضائل. قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فضائل عظيمة خص الله بها هذا الشهر، فمن أدرك هذا الشهر ومكنه الله من استغلاله في هذه العبادات فقد أراد الله له خيرا كثيرا. فعلى المسلم أن يشكر الله. ولهذا يروى عن السلف أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم، لعلمهم بفضل هذا الشهر وخيراته وبركاته. فالمسلم يجد ويجتهد في هذا الشهر في تلاوة القرآن، في قيام الليل، في إطعام الطعام، في الأعمال الصالحة ما لا يجتهد في غيره، لأجل أن ينال هذه الفضائل العظيمة. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله جل وعلا قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فمن أدرك شهر رمضان فإنه يفرح بفضل الله عز وجل، ويشكر الله على نعمته وعلى فضله وإحسانه، ويغتنم هذا الشهر فيما خص به من الخير والأجور، ولا يمر عليه هذا الشهر وينتهي كغيره من الشهور، بل قد يكون في هذا الشهر أكثر غفلة وأكثر لهوا وأكثر إهمالا من غيره، لأن الشيطان صده عن ذكر الله. بخلاف أهل الخير وأهل العبادة فإن الله جل وعلا يصفد عنهم الشيطان في هذا الشهر لأجل أن يتفرغوا للعبادة، ويطلقهم من أسر هذا الشيطان حتى يتفرغوا للعبادة وطلب الخير وطلب الأجر من الله سبحانه. والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. والله جل وعلا إنما يوفق من تأهل للخير وأحبه وأقبل عليه، وإنما يحرم من أعرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمحروم من حرمه الله، والموفق من وفقه الله. والتوفيق والحرمان لهما أسباب من قبل العبد بلا شك، والله يعامل العباد بحسب نياتهم ومقاصدهم، والله لا يظلم أحد سبحانه وتعالى. فمن أدرك هذا الشهر فليحمد الله وليسأل الله
أن يوفقه لاغتنامه وإتمامه، وأن يستعيذ بالله من الشرور والصوادف والعوائق التي تعيقه عن فضائل هذا الشهر، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم سائر المسلمين لمعرفة قدر هذا الشهر واغتنامه بما أعد له، وأن يفكنا من أسر الشيطان الذي يريد أن يحرمنا من هذا الشهر. لا شك أن الناس على قسمين، منهم من يفرح بهذا الشهر ويجتهد فيه، ومنهم من يعتبر هذا الشهر شهر اللهو والغفلة والسهر. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.